شنو هذا بيديها؟ ها؟ مايك؟ يعني تغني؟ تشاقة تغني وين؟ يعني غير حفلة نسائية؟ حفلة نسائية شكو بيها اللي ليش جايبي ليها؟ يلا بالله تعال تعال اوقف 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 لي اياها ايه ايه وقف لي اياها ليش لابسه حجاب؟ ليش متحجبه؟ انت ايش دا تسوين؟ انت مثل هذول يطلعون بالموقع الازرق ليش لابسه حجاب؟ زين نزع الحجاب وغني ورقصي لا لا صدق أنا عمي أنا مخبل بس سؤال ليش لابسة حجاب زين إذا أنت محجبة ده تغنين غني مثلا حفلات نسائية أكو هسا أكو معلي الملاية تغني إيه معلي الملاية تغني بس حفلات نسائية ما تغني حفلات مختلطة تمام يا ريت تهسلوا بس تغنين عيد لي يا عيد لي ابو حبو خلنا نرقص عيد لي يا الله يبليه حجابك الله يبليه ولد شوهتي صورة المحجبات نزع الحجاب لا وحتى ذا تنزعين الحجاب راح تشوهين صورة السفور وين وزارة الداخلية شو لعد ما لو ما دافتهم هاي ما تسيء لل يعني اقول لك لك اوه شوف شو تسوي لك ارجع 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 ابو حبوك ارجع 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 شوي شوي ارجع 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 اي اي والله اعطيني اعطيني علي 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 خل شو شو قامت تقمص والله حرامات ما خليتوني اوقف اليوم والله شار ردحت ردح